الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، سحابي سديتني سديدا طليحة ابن خويلد الأسدي، ابن خويلد الأسدي، ونكي مؤرخين تأير هذين طليحة ابن خويلد الأسدي يعد بألف فارس كن دقال يهم بقول لك. طبعا هذا لضع مؤرخين تؤيليهين أما كتب تأتو أردتان فح ليس كيري ما هدانا لأغين رنتي مركل لي قفك انت سؤول لك ما واسد أي تهي وأنا عن تجربة معارك تأغلي إيو قوبها الدقالي بسو الجوغة الوقياسية. في السنة التاسعة للهجرة قدم على المدينة المنورة وفد من بني أسد، وكان على رأسهم طليحة ابن خويلد الأسدي. صنت كي سجالات هجرة ده المدينة المنورة وحي من وفد راب بني أسد أو هجامين له سحابي جمان تانو كهلينا طليحة لقو مقعبه. فلما بلغوا المسجد النبوي مثلوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام خطيبهم وقال بركي وفدي مادين ويسو قارين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أي النبي صلى الله عليه وسلم هر فريستان كدي من نيك أهل لها خطيب كود أفيان كود يعني أفيان كي سبوكس مانك مركا مقع ولها خطيب يعني الناطق الرسمي أيها الضبحر. وقال يا رسول الله إن نشهد أن لا إله إلا الله أو إن نشهد أن الله وحده لا شريك له ونشهد أنه أنك عبده ورسوله وأنه بعثك بدين الهدى والحق. رسول الله وحن هل كان أنمد إن أنه قرنه إن إلهي كلي وياه شرك أن لهاي أما شريك لهاي أن أضون كي إلهي رسول كيس إن التهاي إلهينا ودين حقا إيهانون كوصا صار هرتا تائنا قرنان أنمد ونحن إنما جئناك من عند أنفسنا ولم تبعث إلينا أحدا. إنك أنا كون نمد إذا الناس صدرت مركا مجرين إذ الناس صدرت وتري قليها الله صلى الله عليه وسلم مجرين إنك أسكسوا عنا. فتقبل إسلامنا يا رسول الله هذا إسلامك إسلامك مركا رسول الله وكان نجا أقبل. فرحب بهم النبي صلى الله عليه وسلم أكرم ترحيب وأنزلهم خير منزل سوى ناك سنبو النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أسوء دوي وما موس له ميل وناك سنبو أوديجي صلى الله عليه وسلم بلو القصة وإن تهوي. لكن طليحة بن خويلد وفدقه قامينه وآهنين كسحابي ما تأمكه لأنه ما لبث أن تغير النفس على الرسول الأعظم ودب في قلبي الحسد عن الحسد له. مركبو إسبدلي طليحة ما بقى هذا نكي إسلامي مركبو إسبدلي وحب الله بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حاسيني ما أقاله يعني شلنا إساء إسكاني وفدي إساء هجاميني حسا خاصة ما ينجرين يغير نشهد أن لا إله إلا الله لكن إيه الكذب الكاسة إله سبحانه وتعالى تيسي واتمد وهو إسبدلي كذلك سواء إسلامي دوناي هو إسبدل حسد بقاده. وجعل ينظر في أمره وكيف بدأ صغيرا ثم ما زال ينمو ويكبر يوما بعد يوم حتى دان له جزيرة العربي من أقصاها إلى أقصاها بالولاء والطاعة. ويرنك شالي إساقو كليجيا باللابي أفر روح كب باللابي وماني ماني نكدم بيس سيكر بي ودكو سي برسانيان وبضانيان إلا الجزيرة العربية ضرف إلى الدعالبة أو أي هوست من إساقا تيبا نبتمرك. ثم أخذ شيطان طليحة يستدرجه ويمنيه الأماني شيطان كي سيبا قاضي أو سبان سبي كدبنا ماني ماني نكدم بيس يدي لك الأفري كدي باب كلا الله فري طلعيه وماها نينك إسلامي شهادته كقراءة معها شيطان با مركي وقالي وباب كلا وقالي. فيقول له شيطان كالله اللي بحلي يا طليحة أين محمد منك ما عرفتي محمد محوية فما هو بأفصح منك لسانا كان عد كرسنا فأنت أديب لبيب شاعر نوحة تهيسو غنيهنا وعقل بضن قبياء وما هو بأقوى منك جنانا مركي تاغنت جيسي نمانا كما قلبي أتكا فأنت أشجع العربي شجاعة هذا أبو جيسي عرب مركي أيتهاي وأشدهم بأسا نكا وحر بدك كل الباتهاي وقدرا
حتى ان الناس يعدونك بألف فارس اذا جد الجد، حتى ضدك وحي كوغو تريان كن دقال لهان انا اللي قنتيد مركي حالدو اي اي دي اي جارتو شيطان كمركي قفية. ثم انه ليس بعز منك نفرا فانت من بني اسد، حتى مركي تاغنت حق النصر نمضنا نبي محمد كاملها وكما شرف بدنا ادو ريب بني اسد بركسو جيدا وبنو اسد مركا لغا حلي مساعر حرب وضد دقال دقال اوغيالا ودقال كالويقا لهم في ميادينها ايام مشهودات ومواقف معدودات قابها اي سو جوغين ودقال لضاء ما الملا يقان وضدك اي سو جوغين مواقف لتري لي مركا نيكا سيدان إناد محمد كده في شد معها شيطان كأوق مركا رنتي أفوفا. فلما عاد الوفد إلى منزله أو منازله وفد مركي هلي ماشي إيكي مادام أي دي بقول لابتين وقف طلحة في بني أسد يزعم أنه لهم أنه نبي مرسل من عند الله الكابو سنة مركا انتو كده حيستاجبوا للنبي معناه بابا اللي يصاد درب النبي معناه هو اللي يصاد درب. فاتبعوه جميعا إما إيمانا به وإما عصبية له كده من ضدك الراعي قار كل راعي إيمان أو يلوا بصح إيقار رهرنما كل راعي عصبية إيه أو شغل كي أها قبيلة دك الراعي نيك النبي نبو أسوس شرح مرك. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم جيشا بقيادة ضرار بن الأزور لقتال طليحة وقومه نبي مركو حدر صلى الله عليه وسلم عيدا بودره أو هجامين الضرار عندما كان أسعد أنه الله دقال لما طليحة يقوم كيسا إن كان النبي ماذا شاكته يقال هذا خد ضعفه بني أسد. فأبلى الجيش المؤمن في بني أسد وحلافهم أعظم البلاء مسلمين تي عيدا كي الله دري رنتي دقال كسب أم بي أقلان وعذر له ونمن كي راب بني أسد إيضاتي كلا إسوق عشان بوريستان با سي علس ودرم با شقال لغوغا قبتي. وأوشك أمر طليحة أن يضمحل لولا أن ضرارا التقى به وجها لوجه مركي جيشكي أم عينا كي طليحة وتي لما قوني العبيب أو لما ربحي مركو تمر لغي رنهانتي طليحانا وخلاص حبان وقبان كريم أيا إلهي وحو قدري ضرارك اللي قدري بها وحو الله فريستي نينكي أما معركتي وحو الله كل ما عندها وحو كهر يمد و معركتي طليحة ضرار لو سعيد كيف جميع سماهين يسجي واحد كسر هرب حي طليحة كسر هرب حالا دون إذا ماك من مريس وعيد كيسو الجمان وضربه بسيفه مركز سيفتي صاب قلفت. فشاء الله أن ينبو عنه السيف إلهي بابو قدر مركز سيفت إناني هليلين ويبودو وألا يؤثر فيه واحد لباتها يحسامين أنا كيالا سيفتي إلهي سبحانه وتعالى باقدري إن نكي طليحة وبدبادو. فاغتنم طليحة ذلك سيفتا وكبت باذي بو هلكا وكفأ إذي استهدنا حسن به وجعل يشيع في قومه أن الله يحفظه ويدفع عنه ضدكو حلال بحمره إنه بيهي ما دام النبي إياه إله بابا إله لنيه إلهي سبحانه وتعالى بابا إله لي وسيفتي كبت باذي تانا وحي موجين يساب يقول إن إلهي يصدر وأن يسوف القواطع لا تعمل في جسدي سيف سيوفتا أفكا بضن الدقال الله لو قالوا يسوى حبي إنا نكترين بهذا السوق على سوق قال فاجتمع عليه من تفرق عنه وتبع خلق كثير كوي ككل التجي مركي الدقال كوجبك وكوي مد بديب أسر الرجال العلية ضد كلنا ويصير راعي حبل أنك وننسى هلم معه من سافت بقى أنا كرمين نبي نمدي سوى صح. وقد زاد قوة على قوة وفاة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وارتداد كثير من العرب عن دين الله وخروجهم عن من الإسلام أفواجا أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا أفواجا وعاكلوا عاوي طليحة نبي صلى الله عليه وسلم قيرين ساكو صبي كانت نبي بعدين صلى الله عليه وسلم عدد فربضان وعربتين وتهر الدوبين وكوح كوح بإسلام كوكا قبحين سيدا إيوغو كوح كوح ومركا أسوأ قلين وكلا تينا وحوكا هلي هل كان رنتي بوينتي كلي وقرقار كهلو مركا طليحة سيفتي لله ليلي ويا أمي ذا ضد فربضان أو هدنا صور راعي أمي ذا إيو زيد على ذلك وحتكون درتا لمن كي ردوبنا رنتي وحيوها هين عون بيوها هين هل كان مركا وسي الشيطان ما كاد الصديق رضوان الله عليه يلي أمر المسلمين حتى عقد أحد لواء
أحد عشر لواء لأحد عشر قائدا ووجههم جميعا لحرب المرتدين. وأتي أبو بكر ويمت رضي الله عنه وأرضاه. وأتي مركي وكو يتوبان عيدا ودياري يكو يتوبان أبان دولة مركا وسيري هل كاي مرتدين تدقال قال. وكان طليح بن خويلد وقومه مركا إلا أن يسنو كجرا إلى مرتدين تو كجرا مرتدين تو أبوين هاي طليح بن خويلد يددك وكرد شو بنو أسد أو ري بني أسد من حصة الخالد الوليد وحي كسو بيجمان قال هذا خالد لا أدري إلا أن خالد يكو طبعا كله هي انت لو ديبي بنديرة دي اللي دجال قرا مركا خالد الوليد هلكو كوب بيج ما وحى ماشي رب بني أسد الدقيه فتوجه سيف الله إلى مواطن بني أسد في نجد خالد مركا هلكا سقط وهو آدي ماشي الدقيه رب بني نجد وأرسل في مقدمة جيشه مغوارين اثنين من مغاوير المسلمين وهنا الدري لو مغاور بو الدري سومالي مغاوير ما يسكت لها لكن مدى مغوار وحال لغا وضع قفك دقال أوغاها إنك دقال يهان كاو مركا مقاوير تواتي من مركا الله معنى إذا ماها أضيال هشيس الصعود ونواد الصعود كل المقاوير باتي مغوار كو وإنو الدقال نين دقال لغوية قاموا وان مركا حكانيو أي الكثير الغارات وان ويرارا معلها مركا مغاوير تتيمي أيا يعني وحود دير مركا لبانينو ورقا رنت الدقال فلو قدم بيا يودري كو عكاش بن محصن كو وثابت ابن سلمة لو يودري ليجوس خلال الديار إن أي مقال هذا كان حبحانه در في الدعال بأقلانه ميلو مركا أي مركا أي 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 سوء قادان ويتسقط للمسلمين الأخبار أو مركا أخبارته أصوء الريان ضد المسلمين تسقط الأخبار وامحي إن أخبارته لسوقات ولا صوء الريان ولا صوء حوران صدقه حق لك أنا لصاء الريو لو ظهرت الدرج فظفر بهما طليحة وقتلهما شر القتلة طليحة لبدين عكاشة ابن محسن إثابت بأن توقف تسرك أديرهم فلما علم المسلمون بمصرعهما مسلمين دمرك أقادين لبدا عنين إلا الدلي عكاشة وأنك أدوغيد حديثي ديراك سأروري حزنوا عليهما أشد الحزن وأمره مسلمين تلوان علس بلق الدلي آد ويمر بودين مرك ويبتي إن عكاشة بن محسن إثابت بن سلمة ما أنت وطلحاء ومركا صوت ضغن كيالو ويبتي وآلوا على أنفسهم أن يثأروا لهما مهما كان الثمن غالبا هل كان مركا مسلمين توحي دار كمرين سكة صبها النقطة إن أي أرقادان أما أرقو معركتي أي نمكا أران لبكي مركا سوق قالي ولا لهود أما ذاتكي للدليل التقى الجمعان على بئر بزاخة في أرض نجد مسلمين تو كعسن أو ما الحن لقى تابتي والله ما إنه علوس لقى دلي يقال هذا الكلام يقول الربا نقدر كأنه إسكت عيان بروح يشوي ماذا نعال كلام يا بزاخة هل كذا قال كوجد عيب واقتتل قتالا عنيفا ضاربا تساوى الفريقان في أوله تقال بأن بيرنتي إصدارين لبعض كحضبة أو قيب تكواد الدجال كرنتي بربرنا حيان عيد مركا لقعد كذا مجرين مسلمين تون ما ينقابن قال هذا كلام كابو وكان سيد بني فزارة عيينة بن حصن قد هب مع قومه لندة طلحة راب بني فزارة أضيقو دي اللهم عيين بن حصن إذن هل كاسو كسو قرمضي إسوغ الله صفاني طليحنا وسجد جيش المسلمين عنه مركاسو قرمتك عصب راب بني فزارة عيينه قامينيو وهو كان مسلمين تمركا دبلو الردو فلما أخذت كفة المسلمين ترجح على كفة المسلمين مركة أي بالله لجاري مسلمين تكفدوا ذا إن لبتوا أي ستان أو مسلمين تي حاجة أتكادن نظر عيينة إلى طليحة عيينة وإن له الراعي نكي طليحة فوجده قد انحاز إلى فسطاطه هو أرك مركة نكيو ما أركتي مال جار فسطاطكو وماشى الدجال كروت وكان عيو خيمات ير أو نينكا أبان دولها لو قاعد يسألك أو كلا صعد الدجال كأيو أوبريشن أو كلا صعد ماشي سوق جرا مرك وتلفف بكسائه مرك نينكا طلع حاوز ضد الضبالة مرك هل كان سوق الضبالة وزعم لأتباعه بأن الوحي سينزل عليه مرك سوق وشال وحي يوسف الدجال إيك هذه مير وحير وحي يوسف الدجال مرة بس كده الضوء وأن الله سيمده بالملائكة مرنون إلى الله سبحانه وتعالى ملائك وصادر الدعاء إذا ماشي كده قال جل الدعاء إن الملائكة نقض دعاء وأشعل
ولما حمي الوطيس تقال كمركو سيكو اللاضي وثقلت وطأة المسلمين على أتباع طليحة وأنا كس دقال كينا ومسلمين تون أي رنتي نمانك سب أن الله دقال لما أنه أي أي رنتي ملح أي جارسية نمانك أي حالة ملح أي مريسو أقبل عليه سيد بني فزارة نينكي سي ريب معركتي فزارة وضيقودي وعين من حصن أيا وحو آذي نينكي طليحة ما يشوف لي وقلتك وقل كاسوح وقل هل جاءك الملك يا طليحة ملك يا سوقي اسم كويمي وحي ما كاسو جيني قال له لا لا يا عنين ولي إيما إيما فرجع وقاتل وين وسكر دقاق الدقاق كهل كاسيود حتى ازدادت الوضعة عليه وعلى قومه ثقلا مركزو حركة دانا دقاق كي إني منك لسير ريحيو وحالة دو إكسي درس فكرع على طليحة وقال مركز القصة الله بتاعدنا لا أبا لك أجاءك جبريل جبريل مكويم طليحة مركز لقصو جيل لأن طليحة مكويم وحي سمادة كي ماذا يعيدا سمادة لك سوى تجير الملائكة مركز لا ولي من جبريل من سوقنا قال عيان حتى متى إلا قوار من سوقنا وايه وحي والله لقد بلغ الجهد منا كل مبلغ آدم ربطان نبيل حسين حيينا ظهر ثم رجع فقاتل قتالا عنيفا هذا ندب يقول الله بتاع ده قال كمالك كسي والمحي السوقي وحي إني ماذا ثم كرر على طلحة طليحة مركز لك سوى الله بتاع وقالوا هل جاءك جبريل جبريل ميمت مركز سيري نعم ها ومحوكو يري فبماذا أوحى إليك محوكو وحيوذا قال وحي لقد قال لي وحي وحيوذا بيري آيات دي بأقرنا يا مركب الكسود دكت إن لك يوما ستلقاه ليس لك أوله ولكن لك آخره ثم إن لك بعد ذلك حديثا لا تنساه نيوه مالين باكو بصو صعوته كوال وجبيني يا بي لكن آخر كانت أتكان دوتاه شيك هذا ما شيك وحين قد دونتا أما وحاك الله كل من دونتا دعا ذا إيا شيك ولي قال أهل ما من دون تاسو قرآن وقلي عيان عقل بضم به فهمي فقال له عيان تبا لك الله كو هلاقيه أرى والله لك حديث لا تنساه وحا الشيك سوى صحو ويقول من دونتا بروح هذا نهار ما من درس علس بالغول لقين دونا ثم التفت إلى قومه ذاتكي شو مكي تومي لسبيحي يا بني فزارة ريكي شو يرت إن هذا كذاب أشربي كوا بين له شربضا ثم انحاز عنه ويمنعه مركز الرخصة عيدا كي ديبو لالابت فظهر المسلمون على بني أسد نمك مسلمين تام مركز ويكاعت كاذين نمك ري بني أسد ويكاعت كاذين ثم انحاز مركز كاعت كاذين ولا طليحة هاربا ونزل على الغساسنة في بلاد الشام مركز طليحة بحصدي انتو بحصان كرو وحون الدقي حكا الغساسنة وماشي وقالولك بلاد الشام مركز كويال نكي طليحة صاصة الله قاعد تخلص لم يمضي غير قليل على إقامة طليحة عند الغساسنة حتى ثاب إلى رشده إلى يوحو قدر مركة مركو عبار ماشي وجوغي حلقة إيه غساسنة لوكا إيو ماشا شام بإلهي سبحانه وتعالى دبدا بأقسع إليه هنونكي طليحة نيكو إزبدلي فجعل يعض بنان الندم على ما فرط من أمره وحب الله أنه آد وكذا قام مايو قال ذاتك كالعي استوى النصيب ويا شيء النبي انتو هر فريستو والنبي هرتي شهادتين كمركة وكقرتو النبي صلى الله عليه وسلم وصول ويضا جانس كهو هلي بو انتو استافي ودقع الكاويد مري او صحابة ذاتك خيرة ولاي با إلهي سبحانه وتعالى مركة بهنو كذلك كيني مركة لكن عماش وقضان دوان محطة ترتري دونت استقع إصلاح اللوحرة ثكلتك أمك يا طليح وقل قلن حريسته كم هو مريع لو أن سيف ضرار من الأوز نيكا لو مقعابه الأزور الأزور أطاح بها متي كورا يعني هدي سيفتي مالينكا كوسع تي تي الضرار بمركة تاصل وحوق على الصصي سيفتي الضرار هدي كون عليه تكور ويسوي دي لقد كنت تقتل مرتدا على عن دينك مشركا بربي وحال ودين لها هذا مرتد دينت إلهينا كرب دوبي أو شرك شريكنا مشرك ويكون مصيرك إلى النار نار نوات قدام بين لهيك ثكلتك أمك يا طليحة طليحة إن لم تمضي هذه الساعة إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما مستسلما هضاضا هضا آذن آذن دقيقة آذن آذن خليفة المسلمين هضو إسليبي أو مسلمة هضاضا سيدة صمين ولا يفعل بك ما يشاء وليفعل بك ما يشاء وحضان عقوبوسا ما يئ مركاني خسارة باتها بمعنى مركاسو قاتي إنه دم بيجي سو كلابته
qaladaadkii ka dhacana uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ula tooba keeno wixii horena waxay shaydaan qaad baa ahayd ilmihim go'aankaasuu qaatay markaasuu wuxuu yidhi فإن ذلك أهون عليك من لحظة عذاب تصلاها في جهنم يوم القيامة إن أبو بكر روح الضونة كهيرة هدو كدلة هكو دلة هدو كحرة هدو كحرة هكو حرة تاسع كاغا سهلا هل كي عذاب الله أتكو دعي الهي عاهد الله يا طليح ساق أسلها الله طليح إله بلن لقل إن هو سلمك حتى تقد أو تفيد إلى على المدينة أن تجعل عنقك التي نجت من سيف ضرار ابن الأزور فداء لدين الله وفاء للمسلمين بلان قلبي أو إلهي وحد كله بلان تا هديب إلهي وكسا ما تبحيوات بدبادد إلا أد مدينة كتكتد إن قارتي شلي كبد بعد سيفتي الضرار إن ضد إلهي أتكد لك تميل إلهي سبحانه وتعالى رسولك المسلمين تلقوا فرتكد يعني بمعنى كنت دقالتك. ثم نزل إلى بئر ملعال عال ما شاء الله بوتقي فاغتسل بمائها الكاس وقصوا مرتي وشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الكاس الشهادتين كي قبصدي لا إله إلا محمد رسول الله. بلغ طليحة بن خويلد الأسدي المدينة المنورة مدينة مكة ودخل على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب معلن إسلامه مركب عمر بن الخطاب وتجي مركب حصاها لأن كوضع مركب كان عمر بن الخطاب إسلام كي سوالك كقرت قال له الفاروق الفاروق عمر بن عقيل ويحك ألست الذي قتل الرجلين الصالحين عكاشة وثابتا سو مهنك دي لبدين صالحين تاها أو صحابة ضدك يقول جريئة عكاشة ثابت سو ماذا دل ثم رد فقائلا مركز سوح الرعي إن نفسي والله لا ترتاح إليك أبدا عمر باله يونيو قلبي قلبي يكون أكبر كرم يعني رجع دلي نن أركتي أن سود وين كرمه فقال طلحة مركز يا أمير المؤمنين ما يهمك من رجلين هما أكرم أكرم بالشهادة على يدي وأنا شقيت بهما حاد وغير فكريس اللباني نو إلهي وأكو شرفي شهاد أنا قعنتي بي صاب صدان أو إلهي سبحانه وتعالى شهاد وقي وشهاد سيو كوضا وأنا شقيت بهما أنا أيا مركة هلك كل ردر صدي أو نبكى أنو يسوق قال لكن إيه صوما شهادي هلا وإني لأستغفر الله العظيم أتوب إليه إلهي بند ملاف ويدي سنة والله بنيا او ما انت لقب الله من اسف حد يدوان هكا جديد فاستجاب له عمر وقبل اسلامه عمر مركب سوشو دوي يقول هدبا مسلمين تا لانك الرع نين كان مركب طليحة سحب نين يصدي بالله من اسلام مركب تاب طليحة بن خويلد من زلته الكبرى توبة صادقة نصوحا توبة ضبطة وإلهي أجيهي وأن دنبي وذنب رنتي توبة كالي وعاهد الله على أن يجاهد في سبيل ما بقي فيه عرق ينبض وهنا إله بلان كل جلي أنت النفو بأي كجرته أو هو ذا وقاضاه ونسيد دينه إن إلهي سبحانه وتعالى درت أدق على من دونه وآل على نفسي أن يريدها موارد الردى علّه يموت شهيدا في سبيل الله فشاء الله ذلك عز وجل وهنا بلان كل جلي ما الله ما شدب وجرؤ وهلاك وجرؤ نفس الدمار كائنه هل كا كتور الدون يسوع الرادين الشهادة وضد إلهي اللي قدله قوان كاسوقات ركب المسلمون البحر ذات مرة لغزو بلاد الروم مسلمين تدقال بيوع ودقاقين يو روم خد دقال قلية دقال طبعا مركب الروم لآذي بض بالله مريا بض إيضا لسعرين وفيهم طليحة ابن خويلد ونلص عوضا نككا وبينما هم يمخرون العباب يو بض دحذي إذا دحم خورانا وماشي الوجر برزت لهم سفينة كبيرة دون وين باكو تمت من سفن العدو او دونتي وعدو كود دقال لما تحمل من الجند ما يفوق عدة وعددا دون دا مركو حي حنبار سنتا وي سدا عدد آدي أدو تربضا أو عيدنا عيدا تربضا بي سدا وجعلت تطاردهم في عرض البحر دونتي مركو حي بالله ضيئني قليها اندو قال قصة ما يسوع عيدا كمسلمين تا إن مركو لقول نحن باع سدا بدل حديدا فقال طليح لأصحابه قربوا منها قربونا منها نقول له ويب يردون تها قالوا له إنه لا قبل لنا بها يا طليحة طليح دون تن أعينك ترابط أسارين هاي وحن سكد عينك أنما هنكتها فقال لهم والله إما أن تقربوا سفينتنا من سفينتهم وإما نعمل في رقابكم هذا السيف اللهم يصدق
أمين الدوني دي إنان أنت إدون تحل إكاعتي إنان نقدر بجيسان هدي كرا صوانا سيفتا إنك شقينا بل إنك دنبا وأن إمرك قاعد وديران وحل إنك أنان سركين هل كان عندك أما نقدر بجيني مان فلم يجدوا مندوحة عن الأدعان له وحيكو خصبان هذا إن هذا الكيس سيأتي وفيانا نكالحان ولما تحادت السفينتان مركي لبني الدوموت وقرب كسائس سهرين قال طليحة لمن معه ذاتك بحكوية العيدن كي ولا شعودي ارفعوني على سواعدكم هرت قرئي قال واقذفوني على سفينة الروم يقول راح تورب بردون تود وسأريكم ما يقر عيونكم إن شاء الله أنا إذا تسد دونا بيري وح إندها إندهن قبوجيات كفر حضان أنا إذا تسد دونا ففعلوا ما أمرهم به سيدي ويسمين والله قاد طليحة إذا كاعتراض بضن أو هبيسن أو دقال كأسعود أقول أحطور وما هي إلا لحظات تقدم مركي كسوريك حتى وثب طليحة على سفينة الأعداء دونت مكوساء وبوذي وانقض على من فيها انقضاض الصاعقة مركها سوحو كن قضي قلضاس برق سمضة كسعود أعضاء كالساس كل أحطور وأجال سيف في رقابه همنة ميسرة فذهلوا مركب السيف للدعاية مروا بيديك تقار أو لورك اللي هو بدح لورك اللي هو وجعلوا يتطايرون تحت ضربات مركز مدح الرف له هي يعني الرف له هذا من ماشي كبو من سديله وما هو الا قليل ان جن مركز كسو حتى قتل منهم من قتل عدد فربضا بكلاي وغرق منهم من غرق ان بضن او دونت اسكتور تنا بيه بلا تجي واستسلم الباقون انت كلام ويسديبه دوني دي يعيدك ودنبا كنك كليسه قبت قارس ديبي او انت او بضنه كو بضه كل دعاي او هلكا كل دنتي يوحو الله يبو إله سبحانه وتعالى كده مركو طليحة إساقا مركو جيريد وبرادين إياه وحو ربا دنبي قوين أو قلي وحو إله سبحانه وتعالى هرتي أولطه ويلا يا الله هدان تاس سمينا تنوى سمينا تاو محا أهد معركة عجائب تيدله ومركي غزو الروم وبدل مري وفي ليلة القادسية مركو لقاري وحي كم التهي قيب كم إذا دقال الذي نصوم مري أخرج سعد بن أبي وقاص طليحة بن أسدي في 5 من رجاله سعد بن وقاص اها عيدا كانك هو جاميه وتلسك هي ايا وحو صار صار طليح وشن بوسور رعي واخرج عمرو بن معدي كارب في 5 اخرين ايو معدي عمر وشن كلوته شن يا شن شن تنوح هو جامين طليحه شن تنوح هو جامين عمر ابن معدي كارب وامرهم ان يتسللوا تحت جناح الظلام الى معسكرات الفرس لياتوا باخبارهم مركو سيري تمن كينا من الدقاق قيسان اللي بيه تمن يوغا دقاقة صعد أو هبين كي مركو قد عركة لقاره وحادو حالو لتان حقا ايو صديقة عيدة مضا عنو هرير ريسان فرص أخبار تودان انو كيان مركو وحا الله دري اينا يوح صوجا جوصان أخبار تي مركو اي كيانان إلى الأهم فما إن دخلت السريتان أو السريتان المعسكر حتى انخلعت قلوبه رجالهما من هول ما رأوا من العدد والعدة إذن كي وحيلو ما لامبا وحيسي قرسودية أقول حلو شين حق أي سلقي إذن كي يسيين فرص ماشي مركز قرين وحي أركان آد بأورقة قحين مركز ذاتك الله الدري وحي أركان إذن أهرنتي عيدا كبضا وما وجدوا من اليقظة والأهبة إذن في جيغان أو ديارسان أو آدو ديار قريسان إيهوب كأيسيتان آد بأمحين فرجع عمرو بن معدي كرب واصحابه معد الى لبا جروب سوما ان شان يشان من طليحه اوتي بكي معد عمرو اوتي بلدي عمرو وصلابتين ولحق بهم رجال طليحه الخمسه شنتي طليحه اوتن قلان بكو صبيره مركو 17 نمبا ديب اوسو غورتن طليحه كلي هاري اما طليحه نفسه فمضى الى غايه غير هجام ولا وجل اسو خيري ديب الله بن مالك اسو ان بقينين بقدن الطان أي كم وقن يولول بوهر أشي أفاق وقضى ليلته يتنقل في أرجاء المعسكر هبين كي قلنا مساس ولح وريقا مر صديقا سو ولح وريقا كوي تومين كي نن إلا سعودان وكسو الله بتل فلما أدبر الليل مركي هبين كي أتقي لم يشاء أن يعود أدراجه حاملا معه ما وقف عليه من أسرار موسى ربين إن مركي ولا صلى الله بتل أخبارتي وسوء الرئي لأن وحبضا ما يشكو الجري هبين ما لبو جوغي وإنما عمد وحسمي مرك ما إيش وصلى بن الله هايو ودي بقول صلى الله سعد من وقاص وحكت أكين لها وسوء الري بوحسمي عمد إلى أعظم خيمة من خيام المعسكر وحو أباري وآذي تندذ أقوين أسلق كتيل فإذا أمامها جواد لم يرى مثله قط
waxaa hortaagan nin dagaalyahan oo fardafuul ka yaqaan oo waxa xoog iyo iqaamo ilaahay uu siiyey cid la mid aan weligeed la arkin. Fantada sayfahu waqaca, markaasuu seeftiisii dafka yidhi, waqaca miqwada aljawaad, markaasuu halkaa ku boqon gooyey farasii uu watay. Wamtada dahra seeftii, markaas faraskii uu kala soo tegey. Wantalaq yacduu bayna min alkhiyaam, markaasuu wuxuu bilaabay yacduu bihi bayna alkhiyaam, inuu teendooyinkaasu faraska ku wareegayo. Falaxiqa bihi faris min furusaan alqowm, markaas waxaa kasoo daba arday nin ciidankii ka mid ah oo markuu arkay ninkan intuu dilay faraskiina ka kaxaystay seeftana kala tegey. Walama adrakahu saddada ruuxahu liyadcanahu bihi, markii ninkii wuxuu eryadaba dalex waa laga daba tegey, markii ninkii wuxuu isdiyaariyey markii inuu halka falaartiisi ama wararkiisi ku tuuro. Fakara calayhi talxa, tulayxa tulayxa kusoo ragal celiyey marka, wacanahu wacanatan ardatu qatiil, halkaasuu marka waran la dhacay ninkii kale ee soo eryadana halkaasuu saaray. Fahaba lahu faris aakhar, mid kale usoo baxay haddana. Fafacala bihi mitla ma facala bisaaxibi, sidii oo kale haddana u dilay. Fanahada lahu faris thalit, mid kale saddexaad baa kusoo baxay. Fakara calayhi tulayxa, dib dambu haddana ugu rogaal celiyey. Falamma carafa alfarisu annahu maqtuul, ninkii fariska ahaa markuu gartay inuu ninkan isna la dili doono, isna la dili doono ilaa saddex nin ka takhallusay, wan ordon istaageynin, wuxuu wataa faras buu wataa, seef buu wataa, markuu ogaaday ilaa maxaalata inay tahay, istaslama lahu, isdhiibay marka. Faamara tulayxa an yarkuda bayna yaday, markaas haddaba hortay orod buu yiri, anaa ku daba kacaya. Uma madaya macan xata balaga macaskar almuslimiin, Khalid aan dhaha Tulayxa oo nimankiina khabarkooda keena informationkooda wada, dhowr ninna kasoo dilay, farasna wata, seefna wata, nin kalena uu gacan kusoo dhigay baa waxay kusoo laabteen halkii muslimiinta ay joogeen. Falamaa ra'ahum almuslimiin jacaluu yuhalliluuna wakabbiruun, muslimiinta markay arkeen Tulayxa ordaya, ninka hor ordayeen, markiiba takbiirtay qabsadeen. Dacaa Sacad bin Waqaas turjumaanan, Sacad bin Waqaas wuxuu u yeertay nin turjumaan oo luqadda Beershiyaanka turjuma. Thuma sa'ala al-asir an qawmi askari, markaas wuxuu ka wareystay ninkii lasoo taxaabto gacanta lagu soo dhigay, wuxuu yiri iga waran bar ciidankiina iyo saldhigiina iyo dadka jooga hubka haysataan, haddii kale waa lagu dilayaa mana. Wuxuu yiri uriidu an ukhbirakum can saaxibikum hada awalan, ninkii baa markuu wuxuu yiri intaanan inikaga hadlin ciidanka iyo saldhiga, horta ninkan isoo qabtaan wax idinkaga sheega buu. Thuma sa'aluuni cama shi'tum, markaa kadib waxaa doontaa i weydiiya. Faqaaluu haati maa cindak, maxaad ka haysaa ninka kan. Markaasu laqad baashartu alxuruuba waqashaytuha, wuxuu yiri intaa baan la ekay, nin dagaalyahan baan ahay, intaasoo dagaal baan usoo joogay buu yiri. Wara'aytu alabtaala, intaasoo haleeyay oo geesiyaalna waan la kulmay. Walaqiitu mundu kuntu gulaaman ilaa an balagtu maa ra'aytu maa tarawn, maalinkan yaraa wiil yar aan ahaa ilaa waqtiga laga soo gaarana dagaal baan usoo taagnaa buu yiri. Falam asmac, weligay dhegihii kuma soo dhicin oo ma maqlin, برجل دخل معسكرا فيه 70,000 من المقاتلين، نن أبرره أو جلي سلبي أيضا أو تضبات كن أيضا أي فعليا يخدم كل مقاتل منه 5 رجال أكثر، نن كسر دجاليها نشان نن أو شقين سمر كله. طبعا تضبات أمرك عشان كل فتيد أنت كل صبح يس قياس. فلم يرضى أن يخرج من المعسكر حتى أغار على فسطاط القائد. markuu meesha galay buu haddana intaa meesha kuma hakan dheh, wuu dhaqaaqa markaasuu qaa'idkii halkuu deganaa tegay buu. Wahataka adnaada khaymatihi, markaasuu teendadiisa halkaa markaa xargaha ka furay. Wastalaba farasahu, faraskiisii kasoo furtay. Falaxiqa bihi faris, mid kale ka daba yimid. Yacduu alfa min alfursaani, u dhigma kun. Faqatalu, halkaasuu kow ka siiyey. Thumma adrakahu aakhar, mid kale kadab yimid. Walaa yaqilu canhu shajaacatan, kii hore ka liidan. Faalxaqahu bih, wuu raaciyey. Thumma adraktuhu ana haddana soo daba dhigtay. Walaa adunnunii khallaftu bacdii man yacdilunii, mana moodaya buu. Nin aniga markii tabta dagaal iyo xeelada taagan tahay cid ii dhiganta ciidan kuma jiri buu aan kasoo tegey. Wakuntu uriid an aathara lahumaa, waxaana rabay buu labadaa nin inaan u arqaado. Fahumaa ibnaa cammii, maxaa yeele labada la dilay aad aragteen ood maqasheen waa imaadaraday buu yiri. Falama ra'aytu almawta amaama cayni, markaan arkay inaanan badbaadayn oo geerida ii muuqato, istaslamtu lahu, waan isdhiibay buu yiri. Lam takun hadihi jamiic butuulaati Tulayxa ibn Khuwaylid, inta hadda aanu ka sheekeynay ghazwat albaxar waa mid
مد كلنا ومد انت كليكم اكل، ولم يكن هذا كل جهادي في سبيله. انت كلي ما هنا ما لم بضم متج طليحه وروت والربي دم بيجي وقلي انه اشكت تستر. فقد ظل يناضل تحت رايه القران كنت اد بوضع على مي اسرو دفاعيه معركه الدين الاسلامك تحت رايات القران وكنت قال حتى خر صريعا شهيدا في معركه نهاوند. ده قال كلام قاعد بحي نهاوند هل كان سيكون شهيدي وانتم رادني، لكن رنتي انت الاسلام وقبتي دمي قوي تستري ساقف كان الهي رنتي وسوها ننكر الهي سبحانه وتعالى هو دي سنه يرضى عنه ويرضى كذلك عن بقيه الاصحاب انه جواد بر رؤوف رحيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.